اليوم ما يمكنش نلعبوا في الدول ديال الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه، في حين ان هذه 30 عام كنا درجه ثالثه وطلعنا الدرجه الثانيه، لا درجه حنا كنلعبوا مع الدول العظمى. فاليوم السياسيون والصحفيون الفرنسيين يؤاخذون الرئيس ماكرون وتيقول له في هذه الزياره بانه سلم للرقبه ديال المغرب، زعما نزلتي بينا. هي الحقيقه لا، الحقيقه هو ان المغرب فرض راسه، المغرب طفى فوق السطح. بمعنى بالمجهودات الجباره التي يقوم بها الملك والحكومه والشعب وبالحكومه، بالرغم من المؤاخذات يمكن تكون عندنا على بعض اعضاء الحكومه، اليوم المغرب واخا تيحرق تيحرق حيت الوضعيه ديالو ما راضيش عليها، لكن هناك فرق بين الوضعيه ديال المغرب والوضعيه المغربيه. المغرب غادي بطفرات مهمه جدا، المغربي مازال تيعاني، مازال ما توصلش بالحقوق ديالو، وهذه بشهاده محمد السادس ملك المملكه الشريفه المغربيه نصر الله، قال لهم بانني مازال الناس استثمارات زيد طفرات، لكن محتاجين الراس مال لا مادي فعلو، هي اللي غيحس المواطن بالرضا ويحس بالحقوق ديالو. اليوم كاين بزاف ديال الحقوق اللي ما كيحسش فيها المواطن، مازال ما وصلوش حقوق، فتيدير له يحرق خوي البلاد، ولكن كيدي معاه المغرب في قلبه، ونهار كتشوف الوضعيه ديالو اول ما تقلب يقلب على بلاده. اليوم في 2024 اكبر عدد ديال العمله اللي تم ادخالها البلاد ديالنا من طرف المغاربه المقيمين بالخارج، تعدات المليار فاصلة جوج او فاصلة ثلاثة بالمقارنة مع سنوات فائتة، يعني فتنا السيارات وفتنا الصناعات اللي كنا نديرو غير بالعملة. فلهذا المغربي عنده واحد الارتباط بالمغرب، ما فيش مزايدات، واخا يكون يعني قالوا انا وخويا انا ولد عمي وانا ولد عمي على الغالب، اللي كنوصلوا للمسألة الوطنية ما تلقاش مزايدات، انا نتأخر المسؤول، لكن المغرب والوحدة الترابية هذه القضية الأولى ما فيهاش نهائيا مزايدات. لن أطيل عليكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.